السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين المتفوقين أو مسائل تقيس مهارات التفكير على الدرس الرابع تفاضل لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، وهو درس مشتق دالة الدالة أو قاعدة السلسلة. طبعا الحمد لله بإذن الله وبفضل ربنا نزل لك شرح الدرس، نزل لك تمارين اخطر، نزل لك تمارين المستوى المقالي، وبإذن الله مستويات العليا دلوقتي، ونقفل الدرس ده ونخلص منه بالكامل بإذن الله. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي كالعادة. الناس اللي محتاجة ملزمة الشرح موجود، ملزمة شرح وحل تمارين وبنك أسئلة كبير جدا متجمع من الكتب الخارجية، هتلاقي رقم في وصف الفيديو. كل اللي عليك هتبعت له رسالة واتساب هيقول لك كل تفاصيل الملزمة، الملزمة بمبلغ رمزي بسيط جدا جدا. تمام كده؟ تمام. تعال نشتغل يلا ونبتدي في حل تماريننا عشان نقفل الدرس ده. تمام. السؤال الأول بيقول لي إذا كانت دالة 2 بتساوي دال شرطة 2 بتساوي 3 والريح س بتساوي س تربيع دال س الكل تربيع، فإن راح شرطة 2. تمام. لو انا عايز اوصل للراح شرطه فهو اكيد اشتق دي يا باشمهندس. تمام كده؟ طب ما تيجي كده نشتق، ادي راء شرطه س، وركز لي بقى، لما اجي اشتق ده يا باشمهندس ده قوس وجواه ضرب دالتين، تاني ده قوس وجواه ضرب دالتين. اول حاجه بنزل الاس اللي هو 2، وبعد كده بكتب القوس زي ما هو اللي هو س تربيع دال س. تمام كده؟ واقلل من الاس واحد بقى خلاص، واحد في مشتقة ما بداخل القوس، ركز لي بقى، حاصل ضرب دالتين، هاخد الدالة الأولى ثبتها اللي هي س تربيع في مشتقة التانية اللي هي دال شرطة س، زائد التانية اللي هي دال س في مشتقة الأولى اللي هي هتبقى 2 س. تمام كده؟ خلي بالك من دي. فبيقول لي راء شرطة 2 يعني هو شال كل س وحط 2، يبقى دي راء شرطة 2 هتساوي طبعا دي 2 وس تربيع هتبقى 2 تربيع ب 4، يبقى دي 4 دالة الاثنين. تمام كده؟ زي ما انت شغال كده اقفل القوس عليهم، في س تربيع اللي هي 2 تربيع ب 4 في دال شرطه 2. تمام كده؟ زائد دال 2 في 2 س اللي هي 2 في 2 ب 4. تمام؟ احسب ده، يبقى راء شرطه 2 بتساوي، طيب 4 دالة الاثنين، دالة الاثنين ب 3 لو ضربتها في 4 تبقى كام؟ تبقى 4 في 3 ب 12 في كمان 2 يعني 24. تمام كده؟ مضروبه في، ركز لي هنا، دال شرطه 2 ب 3 يبقى 4 في 3 ب 12 زائد دال الاثنين برضو ب 3، 3 في 4 ب 12، يبقى هي عباره عن 24 في 24 اللي هي 24 اس 2، وتعالى نشوفها بتساوي كام. يبقى 576 اللي هو الاختيار رقم ألف. تمام كده؟ هي دي فكرة مسألتنا، فركز فيها لأنها مهمة وفكرة جميلة وتجيلك عادي جدا. قلنا في بعض تمارين المتفوقين احنا بننبه ان هي ممكن تجيلك في الامتحان عادي جدا. تمام. رقم 2 يا باشمهندس بيقول لي اذا كانت دال دالة زوجية وقابلة للاشتقاق لجميع قيم س تنتمي الحق، حيث دال دالة ليس ثابتة، يعني هي مش دالة ثابتة، فإن دال شرطة س تكون إيه؟ طب تعالى كده نرجع لتعريف الدالة الزوجية من الترم الأول. الدالة الزوجية معناها إن دال س بيساوي دالة سالب الس، يعني لما تعوض بس وتعوض بسالب س هتطلع نفس الدالة. لو جينا اشتقينا الدال شرطة لأنه عايز دال شرطة س، يبقى هنشتق بالنسبة لس وإحنا ماشيين كده، يبقى دال شرطة س. طب ركز لي دي كده، خلي بالك ده قوس، لما اجي اشتق يا باشمهندس هيبقى دال شرطه سالب س في مشتقه ما بداخل القوس اللي هو سالب. تمام قوي، ده طلع ان دال شرطه س بيساوي سالب دال شرطه سالب س، مش ده شرط مين؟ فاكر لما كنا بنقول ان دال س بتساوي سالب دال سالب س، ده شرط الداله الفرديه، ما هو كل الاختلاف بس ان هي بقت المشتقه، فمعنى كده ان المشتقه دي داله فرديه اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. مفهومة كده؟ يا رب تكون مفهومة. تعال نشوف اللي بعدها يلا. رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي إذا كان 5 دال س زائد 3 دال 1 على س بيساوي س زائد 2 وكان ص بيساوي س دال س، فعايز مني دال ص دال س. طيب أنا أوصل لها إزاي؟ لا إلا لما أجيب دال ص دال س، يعني أشتق بالنسبة لس. طب ركز لي كده، هو طبعا عايز عندما س بيساوي 1. طب ما تيجي كده نشتغل لما س بواحد، عوض كده هنا عن الس بواحد، يبقى ده 5 دال 1 زائد 3 دال 1 على 1 اللي هي برضو دال 1 هتساوي ايه؟ معذرة هتساوي س زائد 2.
خمسة د واحد زائد تلاتة د واحد اللي هي تمانية د واحد، الكلام ده بيساوي س زائد اتنين. تمام كده؟ خلي بالك احنا نعوض هنا برضو س بواحد، يبقى دي واحد زائد اتنين اللي هي التلاتة. اقسم الطرفين على 8 يبقى ده الواحد بيساوي 3 على 8. طيب خلي دي على جنب كده، تمام يا باشمهندس. طيب عايزين بقى نشتق الجميلة دي، ركز لي كده. ص بتساوي، خلي بالك ده حاصل ضرب دالتين، حاصل ضرب دالتين، تمام؟ ولا نيجي نشتق دي الأول، احنا كده كده هنشتق الاتنين، تمام كده؟ تمام، أو تعالى نعمل دي مفيش مشكلة. لو اشتقنا دي هتبقى دال ص دال س، تمام كده؟ هتساوي الأول زي ما هو في مشتقة التاني اللي هو دال شرطة س، زائد التاني اللي هو دال س في مشتقة الأول اللي هي بواحد، تمام كده؟ تمام. تعالى بقى نرجع ونشتق الجميلة دي، ركز لي بقى كده يا باشمهندس. أو ممكن نشتقها بالتعريف اللي أنا جبته ده، اللي هو هنا 1 زائد 2 بيساوي كام؟ بيساوي 3، تمام كده؟ تمام. طيب هشتق يا باشمهندس أهو، أدي 5، وطبعا دي دال س هتبقى بالنسبة لي دال شرطة س، ركز بقى في اللي أنا بعمله، زائد أدي 3، وهشتق دي هتبقى دال شرطة 1 على س في مشتق ما بداخل القوس، ما خلي بالك مشتق ما بداخل القوس هنا 1، هنا مشتق ما بداخل القوس دي 1 على س، يعني كأنها س أس سالب 1، تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. لما اجي اشتقها ركز لي كده بقى يا باشمهندس، هنزل السالب واقلل من السين واحد، يبقى سين اس سالب كام؟ سين اس سالب 2، تمام كده؟ المفروض الكلام ده بيساوي مشتقة السين اللي هي بواحد، دي عشان اوصل لدال شرطة س اعوض بقى هنا، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، طب تعالى كده نشوف الكلام ده، خلي بالك احنا برضه شغالين عند س بيساوي 1، يبقى دي 5 دال شرطة 1 زائد 3 دال شرطة 1 على 1 اللي هو 1 في هنا بقى 1 أس سالب 2 اللي هو هيبقى بالنسبة لي موجب 1، في سالب 1 بسالب 1، الكلام ده بيساوي موجب 1. يبقى دي 5 دال شرطة 1 ناقص، لأن موجب في سالب بسالب، ناقص 3 دال شرطة 1، يعني هيطلع لي 2 دال شرطة 1 بيساوي 1. لو قسمت الطرفين على 2 يا باشمهندس هيطلع إن دال شرطة 1 بيساوي نص، ودي اللي أنا عايزها. يبقى انا كده داله الواحد بتلات اتمان، وده الشرطه واحد بتساوي نص. تعالى بقى نعوض هنا يا باشمهندس، لما السين برضو بواحد يبقى دي واحد في دال شرطه واحد زائد داله الواحد، تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. يبقى دي واحد في دال شرطه واحد احنا جبناها بنص، يبقى واحد في نص زائد داله الواحد اللي هي 3 على 8، يبقى نص زائد 3 على 8. ممكن نكتب النص ده ايه؟ نضرب في 4 بسطا ومقاما، يبقى 4 في 1 ب 4 و 4 في 2 ب 8، ما هي ال 4 في 8 هي النص زائد 3 على 8، يعني يطلع معايا ب 7 على 8. يبقى الاجابه بتاعتي هي الاختيار رقم ب 7 على 8. مساله طويله ولكن فكرتها جميله جدا جدا، تمام كده؟ تمام. رقم 4 بيقول لي اذا كان داله س بيساوي الكلام ده اهو، ودال دال س دال سالب 1 س، ثواني كده بس يا باشمهندس بالراحه عليا، انا عايز افتكر ايه دال سالب 1 س دي؟ دال سالب 1 س من الترم الاول هي الداله العكسيه، الداله العكسيه اللي بنبدل فيها المتغيرات، بنحط س مكان ص او العكس. طب الداله الاصليه اللي هي دال س اللي هي ص بتساوي ايه؟ بتساوي 2 س ناقص 5. لما اجي اجيب الداله العكسيه هخلي الص س يبقى دي س، واخلي الس ص يبقى 2 ص ناقص 5، ودي السالب 5 يبقى ال 2 ص بيساوي س زائد ال 5، اقسم على ال 2 يبقى ص بتساوي س زائد 5 على ال 2، وزع البسط على المقام، س على ال 2 اللي هي نص س زائد 5 على ال 2، يبقى هي دي الداله العكسيه اللي هو عايز يشتق بالنسبه لها، يبقى دال دال س، طبعا الداله العكسيه اللي هي تبقى نص س زائد 5 على ال 2، طبعا مشتق دي المشتقة السبب بصفر، وهنا معامل السين بنص، يبقى هتطلع معايا بنص اللي هو الاختيار رقم ب. خلاص كده، هو هنا بس بيفكرك بتعريف الدالة العكسية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان دالة س بيساوي الكلام ده اهو، وهاء س بيساوي الكلام ده اهو، فعايز دال دال س دال تركيب هاء بالنسبة للسين. طب تعالى كده نفتكر برضو كنا بنعمل التركيب ازاي. كنا بنسيب الدال بره ونقول احنا عايزين دي الداله الثانيه، يبقى انا بالنسبه لي انا عايز الداله عند الهاء س، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. تعالى كده نخلي القوس ده كبير برضه عشان نفرقه. يبقى التركيب ده اهو، ده معناه من الثانيه بعوض في الاولى، ما هو كده داله تعويض الثانيه، دال هاء بالنسبه لس، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، هي هاء س دي عباره عن ايه؟ عن س زائد 2، يبقى هو عايز داله
س زائد الاتنين، يعني عوض في الدال عن كل س بس زائد اتنين. طب ما تيجي نجيبها كده، دالة س زائد اتنين، هشيل كل س واحط س زائد اتنين، يبقى اشيل الس دي واحط س زائد اتنين الكل تربيع، وما انساش ان في ايه؟ موجب اتنين. طب هو عايز اشتقاقها، ما هو دال دال س، يعني عايز اشتقاقها، لما اشتق دال شرطه س زائد الاتنين هتساوي، هنزل الاس اللي هو اتنين في س زائد اتنين في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو بواحد، ومشتقة الاتنين بصفر. طبعا عايز عندما س بتساوي واحد يبقى دي اتنين، وهنا واحد زائد اتنين تلاتة، يعني اتنين في تلاتة، يعني الكلام ده بيساوي ستة، اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف اللي بعده. رقم ستة بيقول لي إذا كان كاف س بيساوي دالة راء س، حيث هقول لي معلومات كتيرة كده أكيد أنا هستفاد منها. المهم في النهاية هو بيقول لي أنا عايز منك كاف شرطة خمسة، معنى إن هو عايز كاف شرطة يا باشمهندس، يعني هو اشتق هنا بالنسبة لس، تمام كده؟ تعالى نشتق، يبقى كاف شرطة س أهو يا باشمهندس هيساوي إيه؟ ركز لي بقى، لما أجي أشتق ده أهي هتبقى دال شرطة، وجوه القوس هيبقى ر س عادي جدا، بس ما انساش إن ده قوس، يبقى في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو هيبقى ر شرطة س. خلي بالك هي ده اللي بيغلط الناس، أصل قوة القوس دالة، فلازم أشتق الدالة اللي جوه، مش كده كلام منطقي ولا إيه؟ تمام. فهو عايز كاف شرطة خمسة، يعني أعوّر عن الس بخمسة، يبقى دي دال شرطة عند ر خمسة، تمام كده؟ ودي في ر شرطة لما الس بخمسة، تمام؟ هيساوي طبعًا ر خمسة أكيد هو عطاهالك بسالب اتنين، يبقى دي بسالب اتنين، يبقى هو عايز دال شرطة سالب اتنين، أكيد معانا برضو دال شرطة سالب اتنين بموجب أربعة، في ر شرطة خمسة، ر شرطة خمسة موجودة أهي اللي هي ستة، يبقى أربعة في ستة بأربعة وعشرين، يبقى بالنسبة لي الاختيار الصح رقم إيه؟ رقم أ، تمام كده؟ تمام. تعالى نشوف اللي بعده. بيقول لي إذا كانت قاف دالة عكسية للدالة دال، وكان دال شرطة س بيساوي واحد على س تكعيب زائد واحد، فإن القاف شرطة س. هو قال لي إن قاف دالة عكسية للدالة دال، تمام كده؟ فده معناه إن القاف س، ركز لي كده في اللي أنا عامله، هي عبارة عن دال سالب واحد س، ما هو بيقول لي إن هي دالة عكسية، تمام كده؟ فأنا لو خدت دالة للطرفين، ما أنا خدت، إحنا عارفين من الترم الأول إن دالة الدالة العكسية دي دال سالب واحد، دالة الدالة العكسية بس بتدينا س، وهاخد من هنا يا باشمهندس دالة الدالة، يبقى هي دال، يعني كأني خدت دال س للطرفين، فاهمني؟ تدي تصبح دال قاف س، تمام كده؟ يبقى أنا يا باشمهندس وصلت إن دال قاف س بيساوي س. طب ما تيجي كده نشتق يا باشمهندس، حاضر. ده هتبقى بالنسبة لي نفس فكرة السؤال اللي فات، أدي دال شرطة، وجوه القوس هيبقى قاف س، في مشتقة الدالة اللي جوه القوس اللي هي كاف قاف معذرة س، هيساوي مشتقة السين اللي هي بواحد. هو عايز القاف شرطة، يبقى اقسم الطرفين على ده اهي، يبقى انا بالنسبة لي ان قاف شرطة س هيساوي واحد على دي، بالنسبة لي دال شرطة، هنا بالنسبة لي ايه؟ القاف س، تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى انا كده وصلت دي. طيب ماشي، يبقى القاف شرطة س هيساوي، طب ما تركز لي كده يا باشمهندس، هي القاف س اصلا بكام؟ والله يا باشمهندس دال شرطة قاف س، يبقى هو عوض هنا اهو، خلي بالك ما هي دي دال شرطة قاف س، يعني هو شال السين وعوض بقاف س، يبقى انا هشيل كل س وعوض بقاف س، يبقى دي واحد على، خلي بالك دي دالة كسرية يبقى واحد على برضه، انا بنقل دي، وهنا هيبقى بالنسبة لي قاف س الكل اس 3، انت بتشيل السين يا باشمهندس وبتعوض بقاف س، تمام كده؟ هنا زائد واحد، طبعا مقام المقام بسط، فده هتطلع لفوق، يبقى الكاف القاف شرطة س شرطة اهي بيساوي مقام المقام بسط، يبقى دي قاف وادي س وادي كل ده أس 3 زائد واحد، يبقى هي دي الإجابة الصح اللي هي الاختيار رقم ج، تمام كده؟ مفهومة؟ يا رب تكون مفهومة. تعالى نشوف اللي بعده. كده خلصنا الصفحة الجميلة دي، تعالى نشوف كده رقم 8. رقم 8 ما تتخضش، بسيطة سهلة جدا ومشهورة من أيام، يعني تقريبا من أيام ما أنا كنت أدكم كده كان الموضوع ده برضه نفس الموضوع. إيه هو؟ هو بيقول لي صاد جذر كبير كده وكلام غريب، كل اللي أنا أعمله أنا أقول له والله بتربيع الطرفين. خلي بالك لما تربع هتبقى صاد تربيع، لما تيجي تربع هنا هتشيل أكبر جذر. أكبر جذر اللي هو الجذر الأولاني ده هيتشال، فهيفضل س زائد باقي الجذور هتفضل عادي جدا، تمام كده؟ أدي جذر كبير أهو. وجوه س زائد جذر تاني اهو، وجوه س زائد جذر تاني اهو، وجوه س. طب معلش كده بص لي على دي، بص لي على دي، خليك لماح كده،
مش هي دي هي الصاد؟ ايوه، يبقى كأن الصاد تربيع بتساوي س زائد ص، تمام كده؟ تمام. تيجي نشتق واحنا ماشيين كده، واحنا ماشيين دي اشتقاقها 2 ص، بس ما تنساش مفيش هنا س، يبقى لازم تكتب دال ص دال س هيساوي مشتقة الس بواحد، زائد برضو دي مفيش س ومشتقتها بواحد، يبقى دي دال ص دال س، تمام كده؟ تمام. تعالى نودي دي الناحية التانية، يبقى 2 ص دال ص دال س، ودي لما تروح هتبقى سالب دال ص دال س، الكلام ده بيساوي موجب واحد. لو انا خدت دال ص دال س عامل مشترك يفضل 2 ص ناقص الواحد، الكلام ده بيساوي واحد. لو قسمت الطرفين على ده 2 ص ناقص واحد، يبقى دال ص دال س بيساوي واحد على 2 ص ناقص الواحد. يبقى هي دي الدالة بتاعتي اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم د. تمام كده يا باشمهندس؟ يا رب تكون مفهومة، هي مسألة سهلة وبسيطة جدا جدا. تمام. رقم 9، بيقول لي مشتقة س أس 6 بالنسبة إلى س أس 3 هي إيه؟ كل الفكرة يا باشمهندس إن إحنا هنستخدم قاعدة السلسلة، هي دي دالة ودي دالة، ما يغركش الاتنين س عادي جدا، يبقى كأن إن ص بيساوي س أس 6، دي الدالة الأولى، وكأن الدالة التانية اللي هي عين بتساوي س أس 3، يبقى أنا قسمتها لدالتين. طب ما أجي أشتق دي يا باشمهندس هتبقى دال ص دال س بتساوي بالنسبة لي 6 س أس 5. وهنا بالنسبة لي دال عين دال س هتساوي 3 س تربيع. عشان أوصل لدال ص، طبعًا بالنسبة لي دال س هتبقى عبارة عن دال ص، هنا بالنسبة لي دال عين، خلي بالك اصبر بس، دي دال ص دال س هتساوي دال ص دال عين في دال عين دال س، ما تستعجلش، ما أنا عشان أشيل دي مع دي، تمام كده؟ خلي بالك أنت المرة دي معاك دال ص دال س اللي هي 6 س أس 5. دال ص دال عين دي بالنسبة لي ماهيش معايا، يبقى دي دال ص دال عين في دال عين دال س اللي هي معايا بكام؟ بتلاتة س تربيع. يبقى أنا لو عايز أوصل لدال ص دال عين هقسم دي على دي، يبقى 6 س أس 5 على 3 س تربيع. هنا 6 على 3 فال 2 س أس 5 على س أس 2 بس أس 3. خلي بالك إن دال ص دال عين هي من دي بالنسبة لدي، ما هو عايز مشتق س أس 6 بالنسبة لس أس 3، فما أنا كنت فارض دي ص ودي ص، يبقى دال ص على دال عين هي 2 س أس 3، يبقى بالنسبة لي الاختيار رقم ب هو الاختيار الصح، تمام كده؟ هي دي الفكرة بتاعة مسألتنا. تمام، تعالى نشوف الأسئلة اللي بعد كده. بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان ص بيساوي س على الجذر ده، أثبت إن س تكعيب دال ص دال س بيساوي أ تربيع ص أس 3. بالراحة عليا، أنا هشتق يا باشمهندس، يبقى دال ص دال س، تمام كده؟ طبعًا دي دالة قسمة، يبقى شرطة كبيرة كده، وربع للمقام، لما ربع المقام هيشيل الجذر، يبقى أ تربيع ناقص س تربيع. بعد كده بتكتب البسط فوق اللي هو جذر أ تربيع ناقص س تربيع. في مشتقة البسط اللي هي موجب واحد، تمام دي خلاص، ناقص البسط اللي هو س في مشتقة المقام، خلي بالك ده جذر، يبقى بالنسبة لي 2 واكتب الجذر اللي هو أ تربيع ناقص س تربيع في مشتقة ما تحت الجذر اللي هو سالب 2 س، تمام كده؟ شيل الاتنين دي مع الاتنين دي، طبعا دي مضايقاك ولا يهزك، اضرب دي كلها في جذر أ تربيع ناقص س تربيع، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، لما اضرب جذر في جذر هيديني اللي تحت الجذر اللي هو أ تربيع ناقص س تربيع. لما اضرب دي خلي بالك دي فاضل سالب بس، سالب في سالب بموجب مبدأ، تمام؟ طيب ماشي، ولما اضرب دي يا باشمهندس بالنسبة لي ده اهي هتروح مع ده اهي، هيفضل لي س في س بس تربيع، تمام كده؟ يبقى دي زائد س تربيع. الكلام ده اهو على ده اهي هتبقى بالنسبة لي، بص بقى بالمرة، شايف دي كده؟ أيوه، أنا ممكن أكتبها إيه يا باشمهندس؟ ممكن أكتبها جذر أ تربيع ناقص س تربيع الكل أس 2، تمام كده؟ في جذر أ تربيع ناقص س تربيع، بقول لك أنا عملت كده ليه؟ دي هتروح مع دي، يبقى هيفضل لي إيه يا باشمهندس؟ هيفضل لي أ تربيع على هنا بالنسبة لي أدي جذر أ تربيع ناقص س تربيع، اجمع الأسس كده، هنا 2 وهنا 1، يبقى الكلام ده أس كام؟ أس 3، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، الوقت يا باشمهندس هو انا ليه عملتها كده؟ اقول لك لان ص بتساوي س على كذا، فص اس 3 بالنسبه لي المفروض س اس 3 على ده اهو اس 3، فانا عملت ده اس 3. يا باشمهندس انا فاضل لي س، طب انا عايز س تكعيب، طب اجيبها ازاي؟ مفيش مشكله، اضرب بسطا ومقاما في س تكعيب، تمام كده؟ يبقى انا هضرب في س تكعيب، تمام؟ خلي بالك دي ان هي ده ص ده س، او هضرب الطرفين في س تكعيب.
لما اضرب الطرف ده في س تكعيب يبقى ده س تكعيب د ص د س، تمام كده؟ تمام، هيساوي، بص بقى معايا، ادي الس تكعيب على ادي جذر الف تربيع ناقص س تربيع لكل اس كامل، كل اس 3 في الالف تربيع، غالبا خليه الجنب كده، تمام كده؟ طب بص لي بص على دي بعد اذنك، بص لي بص على دي، س اس 3 على جذر الف تربيع ناقص س تربيع اس 3، هو كعب البسط وكعب المقام، طب ما هي دي اللي هي الصاد، يبقى الله ينور، يبقى هي دي عباره عن صاد اس 3 الف تربيع، يبقى هي دي هي دي، يبقى انا كده اثبتت له العلاقه دي. دي مساله جميله جدا جدا وفكرتها حلوه، تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان ص بيساوي كذا وعين بيساوي كذا، اثبت ان 5 عين تربيع د ص د س زائد 2 د عين د س بيساوي صفر. طبعا لو انت جيت تشتق تبقى يعني ايه، اعذرني ما انتش لماح. ليه؟ هقول لك، المقام بتاع دي هي البسط بتاع دي، طب ما تيجي نضربهم في بعض، يبقى ص عين هيساوي ايه؟ ده هيروح مع ده، يبقى هيفضل لي 2 س على 5 س، فالس هتروح مع الس يعني هيفضل لي 2 على 5. تيجي نشتق بالنسبه لمين؟ بالنسبه لس، ايوه خلي بالك دي بالنسبه لي كده ضرب دالتين، وانا لما اجي اشتق بالنسبه لس مثلا لو انا ثبتت الاولى فمشتقه الثانيه بالنسبه لس يبقى د ع د س، تمام كده؟ تمام. زائد انا ثبتت الاولى، ثبت الثانيه بقى اللي هي العين، واشتق الصاد بالنسبه لس تديك ايه يا باشمهندس؟ تديك د ص د س، الكلام ده يساوي مشتقه الاثنين على 5 اللي هو الثابت بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، تمام كده؟ تمام. مش انا ص ع بيساوي 2 على 5؟ ايوه. طب ما انا ممكن اقول الصاد بتساوي كام؟ طبعا العين ده هي يا باشمهندس هقسم عليها هنا وهنا هقسم عليها هنا فتنزل في المقام، يبقى الصاد بتساوي 2 على 5 عين، تمام كده؟ ما انا قسمت هنا وهقسم هنا اهو فهتنزل المقام، يبقى الصاد بتساوي كام؟ 2 على 5 عين، تمام كده؟ فانا ممكن اشيل الصاد ده اهي او الصاد دي واحط 2 على 5 عين لان هو موحد هنا بعين، يبقى انا هشيل الصاد ده يا باشمهندس واحط 2 على 5 عين د ع د س زائد العين اهي زي ما هي، وهنا بالنسبه لي د ص د س، الكلام ده هو بيساوي صفر، تمام؟ لو انت ملاحظ دي 5 عين تربيع د ص د س، يعني دي بالنسبه لي عين اهي، يبقى انا عايزها 5 عين تربيع، يبقى انا هضرب الطرفين في 5 عين، تمام كده؟ لما اضرب دي في 5 عين ده اهي هتروح مع ده اهي، فيفضل لي 2 د ع د س زائد 5 عين في عين ب 5 عين تربيع، عين تربيع د ص د س، الكلام ده هو بيساوي صفر. مش هي دي هي دي اهي، ما هي 2 د ع د س اهي، وهنا 5 ع تربيع د ص د س اهي، يبقى انا بالنسبه لي كده اثبتت له اللي هو عايزه، تمام كده؟ مساله جميله جميله جدا. تعال نشوف اللي بعدها. رقم 4 بيقول لي اذا كان ص بيساوي الكلام ده اهو، اثبت ان د ص د س بيساوي الكلام ده. طبعا دي داله قسمه وداله كسريه وعند اس عند اس، عندي قوس معذره عند اس، فركز لي فيها كده. اول حاجه يا باشمهندس د ص على د س، بسم الله الرحمن الرحيم، نزل الاس، اكتب القوس زي ما هو، قلل من الاس واحد يبقى ن ناقص الواحد، فمشتق في مداخل القوس، خلي بالك دي اسم الدالتين، يبقى المقام تربيع، وبعد كده تكتب المقام في البسط، فمشتقة البسط، مشتقة البسط اللي هي 2 س، تمام؟ ناقص ثبت البسط اللي هو س تربيع ناقص الاثنين، فمشتقة المقام اللي هي برضو كام؟ اللي هي برضو 2 س، تمام كده يا باشمهندس؟ زي الفل، ويبقى انت كده اشتقيت، تمام. طيب ماشي، هيساوي، بص بقى معايا، ادي النون اهي، وتعالى نفصل ده اهي بعد اذنك، ازاي؟ يعني س تربيع ناقص 2 على س تربيع زائد 2 الكل اس نون، في دي هتبقى س تربيع ناقص 2 س تربيع زائد 2 اس سالب 1، يعني شقلبها يبقى س تربيع زائد 2 على س تربيع ناقص 2، يبقى هي ده هي ده، تمام كده؟ تمام. في تعالى نبسط دي، هنا 2 س في س تربيع ب 2 س اس 4، لا اس 3، وهنا موجب 4 س، تمام كده؟ سالب س تربيع في 2 س يبقى سالب 2 س تكعيب، سالب في سالب بموجب يبقى موجب 4 س، فال 2 س تكعيب مع سالب 2 س تكعيب هيفضل 4 س و4 س، يعني موجب 8 س، الكلام ده اهو على س تربيع زائد 2 الكل تربيع، اعتقد احنا كده بنقرب، تمام؟ بص معايا، س تربيع زائد 2 واحده من دي فيها الواحد، هيفضل لي هنا واحده بس، يعني س تربيع زائد كام؟ زائد 2، تمام كده؟ طيب ماشي، شايف دي؟ س تربيع ناقص 2 على س تربيع زائد 2 الكل اس نون، ما هي دي صاد، يعني دي عباره عن نون في صاد، ركز لي بقى، في البسط كمان ده اهو اللي هو 8 س، تمام؟ على المقام س تربيع ناقص 2 في س تربيع زائد 2، دول عددين مترافقين،
يبقى س أس 4 ناقص 4. مش هي دي العلاقة اللي هو عايزها؟ 8 ن ص س على س أس 4 ناقص 4. طبعا يا باشمهندس يبقى أنا كده خلصتها. اللي بعده السؤال رقم 5 بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان 2 على كذا بيساوي 5 على كذا، تمام كده؟ فبيقول لي أثبت أن د ص على د س كل تربيع بيساوي ص على س. بص بقى، مش أنت مضايقك كده أهي؟ تعالى كده أقول لك حركة جميلة أوي من تالتة إعدادي. مش دي مقامها واحد؟ أيوه. يبقى مقام على مقام اللي هو جذر س زائد جذر ص هيساوي، بص أنا جبت ده على ده، يبقى هيساوي ده على ده اللي هو 2 على 5. بس اشتق كده بالنسبة لس يا باشمهندس، طبعا دي دالة جذرية، يبقى 1 على 2 من الجذر في مشتق بما تحت الجذر اللي هو 1، خلاص تمام. زائد دي دالة جذرية، يبقى 1 على 2 الجذر في مشتق بما بداخل الجذر اللي هو 1، بس خلي بالك أنا بشتق بالنسبة لس، ودي ص، يبقى لازم اكتب د ص د س. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر طبعا، لان مشتقه الثابت بصفر. تمام كده يا باشمهندس، زي الفل. طيب ما تيجي كده نضرب الطرفين في 2 جذر ص، عشان بس المقام اللي مضايقني ده. لما اضرب دي في 2 جذر ص يبقى ده 2 جذر ص على 2 جذر س، تمام كده. لما اضرب في 2 جذر ص ده هتبقى بواحد، يبقى زائد د ص د س. الكلام ده اهو بيساوي صفر. ودي كده الناحية دي التانية يا باشمهندس، أو شيل الاتنين مع الاتنين، يبقى د ص د س بتساوي، لما نضم الناحية التانية يبقى سالب طبعا جذر ص على جذر س. طيب هو بيقول لي د ص الكل تربيع، يبقى هيربع دي وهربع دي كده، تمام. يبقى د ص على د س الكل تربيع، طبعا سالب مع أس زوجة هيطير، الجذر ص تربيع بص وجذر س تربيع بس. خلصت المسألة بتاعتي ووصلت للحل اللي هو عايزه، تمام كده؟ تمام. السؤال الأخير معانا يا باشمهندس عشان نختم الدرس ده كده على بركة ربنا الحمد لله. بيقول لي إذا كان ص ناقص أ الكل أس ن ناقص س ناقص أ الكل أس ن بيساوي أ أس ن، حيث أ هو الثابت، تمام كده؟ يعني ص وس متغيرات. أثبت أن د ص على د س بيساوي الكلام ده. طب بالراحة كده، إحنا هنشتق بالنسبة مين؟ بالنسبة لس. فبالراحة كده وإحنا بنشتق، نزل الأس اللي هو ن، اكتب القوس زي ما هو، قلل من الأس واحد، وما تنساش ان احنا بنشتق بالنسبة لس، وهنا جوه القوس ص، فلازم اكتب د ص د س، تمام كده؟ تمام. ادي السالب يا باشمهندس، والأس هينزل هيبقى ن، اكتب القوس زي ما هو، وقلل من الأس واحد يبقى ن ناقص واحد، فمشتقة ما بداخل القوس، مشتقة ما بداخل القوس اللي هو هيبقى بالنسبة لي موجب واحد، فدي كده خلصت. المفروض هيساوي أ أس ن، بس هو قال لي أ ثابت، يعني الكلام ده هو بيساوي كام؟ الكلام ده هو بيساوي صفر، تمام كده؟ طيب تعالى نودي دي الناحية التانية، هتبقى موجب، يبقى دي ن في س ناقص الألف الكل أس ن ناقص الواحد، هتساوي د ص د س مضروبة في ن، وهنا ص ناقص الألف أس ن ناقص الواحد. طب مبدئيا شيل النون مع النون، واقسم للطرفين على ده، يبقى د ص د س لوحدها هيساوي س ناقص أ أس نون ناقص الواحد على صاد ناقص الألف برضو أس نون ناقص الواحد. أنا قسمت الطرفين على صاد ناقص ألف أس نون ناقص واحد، طالما نفس الأس من حقي أكتب قوس كبير كده في س ناقص ألف وهنا صاد ناقص الألف، ويبقى نفس الأس بتاعهم اللي هو نون ناقص الواحد، يبقى ده الصاد على ده س أثبت له اللي هو عايزه، تمام كده؟ تمام كده يا باشمهندس، وصلنا لآخر حصة النهاردة، ووصلنا لآخر الدرس السهل البسيط ده اللي هو إيه؟ قاعدة السلسلة أو مشتقة دالة الدالة. درس بسيط وسهل جدا، وحلينا كل تمارينه. أتمنى كده إن أنا أكون وفقت إن شاء الله إن أنا أوضح لك تمارينه والموضوع يبقى سهل عليك. أتمنى أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات، وشكرا.